الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية صوت الجن في المنام للإمام محمد ابن سيرين طيب الله سراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. فسر علماء التفسير حلم سماع صوت الجن أنه يشير إلى سماع هذا الشخص بعض الأمور الغير سعيدة في حياته، حيث قد يشعر إلى سماع الأخبار التي تسبب للحالم الحزن، كما يمكن أن تكون إشارة إلى شخص كاذب في حياة صاحب الرؤية، كما يشير ذلك إلى خوف الشخص من بعض الأمور أو سماعها. أشار علماء التفسير أن رؤية الجن في المنام والخوف منه دليل على الشعور بالأمان، كما يشير أيضا إلى الإخلاص في الدين وصلاح الخلق، كما يشير حلم التحدث مع الجن وقراءة القرآن الكريم إلى الارتقاء لمنزلة عالية. كذلك يشير حلم تعليم الجن القرآن إلى ما يتمتع به هذا الشخص من مكانة عالية. إذا رأى الحالم أن شخصا يتحول إلى جني، كان ذلك إشارة إلى أن هذا الشخص يحيط به بعض الأعداء، كما يمكن أن يشير إلى أن هذا الشخص موجود مع أشخاص لا يحبونه، كما يشير حلم تحويل الشخص للجن في المنام إلى التحلي بصفات المكر والخداع. فسر علماء التفسير حلم الزواج من الجن في المنام على أنه إشارة إلى الزواج من امرأة غير صالحة، كما إذا رأى الشخص الزواج من الجن في المنام يكون ذلك إشارة إلى شراء بعض الأمور الغير جيدة، والله أعلى وأعلم. بينما إذا رأى الرجل الزواج من الجن وكان ينتظر الإمارة أو الترقية، كان ذلك يشير إلى حصول هذا الشخص على مكانة رافعة وعالية، كذلك يشير إلى الحصول على منزلة عالية، والله أعلم. يشير حلم الرجل الجماع مع الجن على أنه دليل على التقصير في أداء العبادات والأذكار، حيث يمكن أن يكون إشارة إلى التقصير في أداء الصلاة من قبل هذا الشخص، والله أعلم. كذلك يشير حلم المرأة بجماع الجن إلى حدوث ذلك بشكل حقيقي، يعني ممكن يحصل معها كده في الحقيقة وفي الواقع، يجي لها جن على هيئة إنسان ويجمعها لو هي شافت كده في المنام. بس طبعا لو قالت الأذكار والصلاة طبعا في وقتها والأذكار، إن شاء الله هذا لن يحدث أبدا. الأذكار يعني بالذات آية الكرسي بعد كل صلاة بتعصم الواحد من شياطين الإنس والجن، وإن شاء الله ما فيش حاجة من ده تحصل. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.